السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بعث فينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم فأنجانا من الظلمات إلى النور. وإنا نقول لك يا ماكرون الخنزير إن النبي صلى الله عليه وسلم لن يطاله شيء مما قلت. فنبح الكلاب على السحاب لن يضره شيء. فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك روحي يا رسول الله. والله إن هذا الخبر، خبر الإساءة، قد أثر في نفوسنا وإنا غاضبون من ذلك. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا لله. كان عندما يغضب تشتد وجنتاه، تحمر وجنتاه من شدة الغضب. وإننا غاضبون بسبب هذه الإساءة، وهذه إساءة لجميع المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أكبر وأعظم من أن تتطاول ألسنة ذلك أولئك الخنازير. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. وقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد. وقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه كشف الضر اعتمد. وها قد بسطت يدي بالذل مفتقرا، وها قد بسطت يدي بالذل مفتقرا اليك يا من مدت اليه يد. اليك يا خير من مدت اليه يد، فلا تردنها يا رب، فلا تردنها يا رب خائبة. فبحر جودك يروي كل من يرد. ثم الصلاة على المختار من مضر محمد المصطفى، ما مثله أحد. طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. وقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد. وها قد بسطت يدي بالذل مفتقرا، إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة. فبحر جودك يروي كل من يرد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.